تعالوا بقى نروح لتقرير نتعرف من خلاله عن اول تدريب للفريق الاول لكره اليد رجال مع الجهاز الفني الجديد، وطبعا الاستعداد للموسم الجديد وبطوله العالم للانديه. تابعوا معنا. Well, I'm really excited because last season I missed the most important part of the season, that is the pre-season. هو طبعا متحمس جدا، وبالذات ان هو السنه اللي فاتت هو جه في نص الموسم، فاهم كان جزء في الموسم ما حضروش اللي هو البري سيزون او الفتره التحضيريه للموسم يعني. And still it's a new thing for me, everything every day, how to prepare the pre-season, to have the trainings, to know how works the team when we are when we have to start everything, no? So I'm really excited. I really wanted to come back to Egypt and to start to work with the team and to see how it's going to be my first pre-season here. هو متحمس جدا طبعا، لان برضه بالنسبه له تبقى تجربه جديده ان يبدا الفتره التحضيريه للموسم في مصر، بيبقى في عقبات طبعا كتير، فهو لسه بيتعرف على الاجواء هنا، لكن هو متحمس جدا للموضوع يعني. Yeah, well, of course we have to fight for all the titles because it's not good to start from the beginning choosing which title you're gonna fight or not, because you never know what is gonna happen, and then at the end always the reward is less than what you expect. So in order that this don't happen, we will fight for everything. Then we will see where the team, but as happened last season, the team it's will grow during the day, during the days, during the months, the season will go on, and the team will. It's impossible to be now, like we're gonna be in April or in May. So of course we're gonna make a preparation to be in a big form if it's possible to in every tournament, but the team will evolve, and it's gonna be better and better with the time, not at the beginning, of course. هو هنبدا واحده واحده زي ما قالوا، يتمنى ان الفريق يبقى في الفورم اللي لقى بيه السيزون في شهر 4 ويوم عن يوم، بس النتائج اللي عملناها السنه اللي فاتت بتبان الفريق هيبقى عنده تطور مع التمرين، يوم عن يوم بيظهر شهر بشهر، حتى في نهايه السنه هيبقى ان شاء الله في تطور واداء افضل ان شاء الله يعني. دي اهم فتره في السيزون، لان دي الفتره اللي بتخليك واقف على رجلك طول السنة وبتقيق من الإصابات وتحفظ اللعيبة، سواء اللعيبة الجديدة أو حتى اللعيبة اللي لسه المصابين اللي هيخشوا معانا، فطبعا هي فترة تعتبر اللي هي الأهم في السيزون يعني. طبعا الحمد لله احنا ربنا كرمنا ووفقنا، كسبنا الدوري وكاس وجمعنا بالبطولتين دول، ودي كان آخر حاجة حصلت، كانت سنة 2014 فريق جماعي وكان هو النادي الأهلي برضو، فطبعا ده كان انجاز بالنسبه للجهاز بتاعنا او للنادي الاهلي، انجاز كان كويس. كسبنا الحمد لله السوبر الافريقي اللي بيأهل لبطوله العالم للانديه. اوعد الجمهور ان شاء الله ان احنا هنموت نفسنا ونبذل اقصى جهد عندنا لكل حاجه، مش عايز اقول افريقيا او اقول دوري او اقول كاس، لا انا اوعد الجمهور بان احنا ما فيش حاجه ينفع تتعمل او ما تتعملش، ان احنا نعملها ان شاء الله في الفتره اللي جايه دي عشان نبقى احنا راضيين عن نفسنا والنادي راضي عننا وجمهورنا طبعا راضي عننا ان شاء الله. طبعا كان بيتكلم ان احنا لازم نبذل مجهود مضاعف السنه دي عن السنه اللي فاتت، ما حدش يفتكر ان هو احنا السنه اللي فاتت ختمين الموسم بشكل كويس، كسبين دوري وكاس وسوبر افريقي، فده معناه ان احنا نريح السنه دي، لا مش هيبقى فيه الكلام دوت. احنا داخلين بادين الموسم ببطولات قويه، كاس العالم وبطولة افريقيا، فبالتالي احنا محتاجين ان احنا نبذل مجهود اكبر السنه دي عشان احنا محتاجين ان احنا نحقق حاجات يعني الناس طبعا متوقعه احسن من السنه اللي فاتت. احنا طبعا الفرقه كان فيها شويه قصور في الخط الخلفي. احنا جايبين محمد مجدي من سموحه ونبيل من نادي الشمس، ودول اعتقد هيبقوا اضافه كويسه للفريق السنه دي ان شاء الله، بندعم بيها الخط الخلفي عندنا، زائد رجوع لاشين من الاصابه، فدي برضو إضافة كبيرة جدا يعني إن شاء الله لاشين يعني ده هيبقى إضافة كبيرة جدا للفرقة في الباك رايت. أكيد طبعا الفرق لما يبقى الكوتش حاضر فترة الإعداد هتبقى الأمور أسهل لينا، لأن أي مدرب بيجي بفكره، فإحنا كفرقة بنحتاج وقت، الهاندبول هي لعبة كده بتحتاج وقت للتجهيز، فهو جه السيزون اللي فات في شهر 10، جه أنا فاكر كنا خلاصين السوبر جلوب كان يوم 3، نزلنا التمرين معاهم الأربعاء وكان أول ماتش عندنا يوم الخميس مع هليوبلس، طبعا هتفرق كتير جدا ان هو بادئ معانا قدامنا تقريبا شهر ونص على الدوري. المدربين الاسبان بالذات عندهم فكر الاسباني ده بيحتاج وقت عشان يدخل اللعيبه الجديده ويدخل التيم كله في نفس السيستم، فانا اعتقد ده وقت كافي جدا ان احنا نقدر نحضر ونبدا الموسم مع بعض ان شاء الله. طبعا يعني انت الواحد فخور جدا طبعا من قدومهم قاموا بس النادي الاهلي، ان شاء الله هيبقى موسم كله تحدي وهيبقى موسم كله طبعا ان شاء الله يعني احنا نحاول ناخد البطولات بس نقدر يعني احنا نقدر بس ننافس فيها ان شاء الله.